اوكي جايز، غادي نكملوا شنو كنا جنديروا اخر مره في الجيم. فما بقاش عندي الكود سورس حيت شحال هادي ما خدمتش في هذا الشيء. غادي نمشي نتيليشارجيه من اللين اللي مخلي لكم هنا في الديسكريبسيون في جيت هاب داونلود. المهم في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نزيدوا الموفمون لداك الايرو الثاني، حيت هنا مثلا ما كانش يتحرك واحد الايرو. I don't know فين هو. ها هو هذا ماشي يتحركش. نحاول نديرو لي موفمون حتى هو، مي ماشي ب ماشي اوتوماتيك، مي غادي نحاولو نديروها بالكيز بالكيبورد. فاش نوركو حنا، فاش نكليكيو حنا يتحرك، ماشي يبقى يتحرك اوتوماتيك مو هكاك. فوالا هذه هي الجيم. شوف الكونسول بيان سور ما يكون حتى ايرور، سينو راه ما يش اكزيكيت حتى هادشي. غادي نحل هذا هاد السكريبت في سبلايم تكست حتى هادشي. غادي نجيب هذا فوالا، هذا هو الكود، اخر فيرسيون ديال الكود. كانت هنا الكلاس تنحدو فيه لا ناتور ديال داك لوبجي، كيفاش غيكون، شنو يكون عندو اكس ايغريك، لارجور، لا هوتور، الكولور، سبيد. هنا شفتو داير في الكونستركتور كو سبيد تكون كتساوي 5، يعني الا ما عطيتيه والو في سبيد فا اوكي. فاش تبغي تصوب لوبجي هنا في ايرو 2 انا ما عطيت والو في سبيد، عطيت غير اكس ايغريك، لارجور، هوتور، كولور. هنا عطيت السبيد، فشنو تيطرا فاش ما نعطي سبيد؟ تياخد باغ ديفو 5. فاش نعطي سبيد هاد لا فالور جديده شاش اكرازي لا فالور اللي دايره هنا. فوالا نقزنا دابا هاد السطوره. غادي نجيو هنا الفونكسيون ديال درو. درو شنو تدير؟ ترسم مربعات. هاد المربع الاول اللي تيبدا من 0 0، يعني من 0 اكس من هاد البلاصه، ومن 0 ايغريك يعني من الفوق. لا لارجور ديال هاد المربع هي لا لارجور ديال الكانفاس كامله، ولا هوتور ديالو حتى هي لا هوتور ديال الكانفاس كامله. وانا الكانفاس محدد هنا، نشوف واش عاطيها. anyway لا كولور ديال هاد المربع هو جولد. وهاد المربع شنو تيصلح؟ تيصلح انه يكون اريير بلون باش يعاوننا في اننا نغافريشيو السكرين 60 مرة في كل سكوند بلا ما يبان هاد يعني الكولور. حنا شفنا هادشي في الفيديوهات اللي فاتوا، المهم تقدروا ترجعوا ليهم تشوفوا علاش درنا هاد الباك جراوند بحال هكا. اللي وراه تنصوبوا الايغو الاول البلو، ماشي ترسموه هنا فين صوبناه، ما هناش نرسموه، ترسموا المربع ديالو. هاد اللي نتا هو تنديروا نفس الحاجه لهاد الايغو. هنا في فانكشن ديال موفمون شنو تدير؟ هاد الفانكشن الاكس ديال الايرو تزيد عليه واحد الفالور، كتبقى تعاود بزاف المرات باش كل مره داك الاكس كيبقى يتكاحل يتكاحل يتكاحل، شي بيتي تعطينا هاد لافي ديال انه راه يتحرك بحال كي تصوبوا لي جو. الايرو الثاني ما دايريناش ليه داكشي علاش ما يتحركش، ولكن الى شنو هذا، الى درت ليه نفس الحاجه راه يبدا يتحرك. شا هو ندير غير السميه ديال لوبجي صحيحه، غنغافريشي فوالا، حتى هو غادي يبدا يتزادو نفس لافالو. هذا تتزادو 8 وهذا تتزادو 5. علاش هذا مشى وما رجعش؟ حيتاش في الفونكسيون اللي وراها اللي هي ديال كوليجنز دير كونديسيون غير على ايرو بلو، انه الى الاكس ديالو بلوس لا لارجور، يعني هاد البوان الاخراني في لا لارجور ديالو ولا كبر من لا لارجور ديال الكانفاس، يعني راه صافي دي راه وصل لهاد القنت هذا، اولا الاكس ديالو ولات صغر من زيرو، يعني وصلت لهاد البوان هاد الاخر الاولاني في لا لارجور ديال الكانفاس. الا طرات شي حاجه من هادو شنو تنديرو؟ تنعكسو لا فالور ديال السبيد، يعني الا السبيد كانت 5 فاش تولي موان 5، يعني الا كانت هنا 5 تتولي موان 5 فاش يبدا يتنقص الاكس ديالو تيرجع. الا كان هنا 200 يبدا 200 يبدا 150 حتى يرجع لزيرو. الى تحقق هاد الكونديسيون هذا ديال زيرو شنو يطرا؟ وكانت سبيد موان 5 فغادي تولي موان 5 وموان 5، يعني موان غادي تولي بلوس.
وتاني غادي تولي 5 عادي، وغادي يبدا تزاد على الاكس ديالو، وغادي يبدا يتحرك لقدام كما كنشوفو دابا. اوكي ريندر ريندر ماشي دار ماشي يدير والو، غير واحد الفانكشن تيكزيكوتي ليا داكشي الاخر كامل باش يبقى الكود منظم شويه، وهي اللي تنعطيها كون فالور ولا بارامتر الفونكسيون ديال سيت انترفال. اوكي سيت انترفال شنو تدير؟ فتتعاود الاكزيكوسيون ديال شي فونكسيون واحد العدد من ماشي واحد العدد مي واحد الوقيته، يعني فاش تنعطيها هنا ميل، يعني كل الى عطيتها ميل يعني كل سكوند، هنا تنعطي لا فالور ميلي سكوند، يعني كل سكوند تيكزيكوت هاد ريندر. انا بغيت اكزيكوت 60 مره في السكوند، فنقسم السكوند على 60، فريندر تيكزيكوت 60 مره وتعطينا هادشي تيترسم فحال هكا. اوكي شنو غنديرو دابا؟ اول حاجه غنديرو غنزيدو الكوليزيون هنا، او لا ما نزيدوش كوليزيون حيت ديجا انا قلت ما غاديش نخلي الموفمون ديال ليرو اوتوماتيك. قلنا كو الموفمون غادي يكون بالكي بريس او الكي داون، يعني فاش نورك على شي بوطون في الكلافي فحال لا تلعب في دوك لي جو اللي تندخلو لهم سيغ انترنيت، فاش تورك على شي بوطون تقدر تحكم في داك الايرو. وهادي نفس الحاجه اللي غادي نديرو انا. باش ندير هادشي خاصني ندير واحد الحاجة اللي تسمى listening to events، يعني خاص نقول لورديناتور في هاد الانجلي هادي اللي محلولة اللي سميتها جو، خاصك تصنت ليا وتشوف واش يطراو دي زيفينمون، وفاش يطراو دي زيفينمون خاصك تشوف واش داك الايفينمون هو توريكا على بوطونة في الكلافي، يعني بحال هكا نقولو ليه. وفاش يطرا داك ليفينمون اللي هو توريك على البوطونه في الكلافي خاصو يتاكد واش ديك البوطونه هي الفلاش غوش ولا دغوات، ولا الفلاش اليمني اولا الفوقاني ولا التحتاني، يعني حيت على حسب كل بوطون غادي نوركو عليها على حسب الموفمون اللي غادي يطرا. اجي نشوف كيفاش نقدروا نديروا على هادشي. اول حاجه قلنا غادي نديروا هادشي في الويندو، يعني هذا اللي محلول هنا، وغادي نزيدو الايفنت ليستنر اد ايفنت ليستنر. هاد الفانكشن ولا هاد الميثود ديال ايفنت ليستنر شنو تياخد؟ تياخد دو بارامتر، الاول هو الايفنت اللي بغينا نصنتو عليه. فاحنا قلنا لي خصك تصنت الكي داون، يعني بوطونه فاش نوركو عليها فتتسمى كي داون. كاين بزاف ديال الايفنت تقدروا تمشيو تقراو تشوفوهم في سيغ انترنيت، كاين كليك، المهم بزاف ديال الايفنت. الحاجه البارامتر الثاني هو الفانكشن فونكسيون انونيم، فوالا تات اكزيكوتا. فاحنا غنشوفو غير لحد الساعة واش هادشي خدام، غنشوفو واش الا وركنا على شي بوطون في الكلافي غادي يطرا هادشي. غنديرو اليرت كليك ولا anyway هي غادي نرجع نغافخيشي، ودابا غادي نورك على شي بوطون في الكلافي مثلا تي. فوالا الوغ هو ديتيكتا الايفنت، وركت على بوطون ماشي مهم انا بوطون، مي فاش تنورك اسباس اونتري كاملين تي اكزيكوتي لي هاد لي انستركسيون. الو حتى هنا مزيان، شنو خاص دابا؟ خاص يتاكد من البوطون شنو هي، واش اسباس ولا اونتري ولا هذا. كيفاش نديرو لهاد الشيء؟ غادي نخدمو بهاد البارامتر هذا ديال الايفنت، يعني هاد الايفنت اللي طرا خصنا نجبدو منو الكود ديال البوطون. غنشرح مزيان شنو تيعني هادشي. دابا فاش نابوي ما غاديش تطلع هاي ما غادي يطلع واحد الرقم، مثلا تي عندها 84، اسباس 32، فلاش اليسري 37، فلاش اللي لتحت 40، اتسيتيرا اتسيتيرا. هادو تيتسماو يونيكود، يعني كل بوطون في الكلافي ديالك عندها واحد اليونيكود اللي تيخليها يونيك، يعني لورديناتور تيعرفها وتيميزها ما بين لي بوطون الاخرين. وهاد الكي كود او لا اليونيكود تتجبدو بهاد الكي كود من ليفينمون اللي طرا. فاحنا غادي نتشيكيو واش الكي كود يعني باش نعرفو اين بوطون قلنا بالكي كود. فنجي هنا غادي نورك على البوطون مثلا ديال الفلاش اللي على اليسر هو 37 مزيان. الو غادي نجي هنا اول كونديسيون غادي نقول لي تشيكي واش ليفنت بوان كي كود تساوي 37 مزيان. غنشوفو البوطون اللي لتحت 40، الفوق 38، 39، الوغ من 37 ل 40 تيدور فحال الساعة،
يعني 37 ليسر الفوق 38 اليمين 39 لتحت 40. مزيان، راه غنحيدو هادشي. غادي نديرو دي كونديسيون لكاع لي بوطون، قلنا 37 38 للفوق 39 لليمين 40 لتحت. فهنا بلا مابقا نتشيكي عاوتاني اليرت 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 عرفنا شنو تيطرا. دابا بغيت نتحكم في الموفمون ديال هاد الايغو، هاد المربع الخضر. شنو غندير؟ قلنا الفلاش غوش هي 37، فانا بغيت نحركو لليسر. كيفاش غادي نقدر نحركو لليسر؟ تو سامبلومون غنقص ليه من الاكس ديالو، في كل مرة يتابوي نابوي على اليسر خاص الاكس ديالو تنقص بواحد لافالور باش يبان ليا كو كيمشي لليسر. شنو غنديرو؟ ايغو 2.x موان ايغال ايغو 2 سبيد، حيت انا عاطي واحد سبيد ما مابقاش نهارد كودي، ما مابقاش نكتب مثلا 3 3 3، انا عاطي سبيد اللي هي 5، حيت انا ما عطيتش هو سبيد هنا في الانيسيا في الصوب لوبجي، مي عطيه واحد الفالور 5 هنا باغ ديفو، هي اللي غياخد هنا. غادي نقصها كل مره فاش نكليك على فاش نابوي على الكوش. اجي نشوف هادشي واش خدام. دابا فاش نابوي على اليسر خاصو يتحرك اليسر، فوالا كنابوي تيمشي مزيان. الا بقيت مرك غادي يمشي ما يبقاش يرجع، فوالا. غادي ندير نفس الحاجه باش يطلع باش يمشي اليمين، بيان سور يكون العكس، غادي يكون بلوس هو اليمين وهو اليسار، الفوق والتحت حاجه بوحده، اولا ماشي حاجه بوحده، في حال في حال، غير في بلاصه الاكس غادي نزيدو في الايغاك، يعني حيت دابا الايغاك ديالو هو هذا، هو هذا البوان هذا. الا زدنا فيه مثلا 5 غادي ينزل هذا البوان لهنا، يعني غادي يبان لينا مرسوم من هنا. الا بقات كل مره تزاد 5 5 5 غادي يبقى هو نازل لتحت، وهذا الشيء اللي غيطرى دابا. 38 خاص تزاد، 40 لا 38 خاصها تنقص، خاص الايكغيك تنقص باش تبقى باش يطلع، وتزاد باش ينزل. الوغ هنا تنقص باش يطلع هاد الايغو، وغادي تزاد الايكغيك باش ينزل الايغو. تشكيو دابا اليسر الفوق اليمين لتحت، جود. حتى لهنا داكشي مزيان. باش نعاود نشوفو شنو طرا من الاول. دابا شنو طرا؟ زدنا ايفنت ليسنر على الويندو، هذا اللي محلول هنا. شنو تيعني هذا اللي محلول هنا؟ يعني مشيت لجيت هاب وركت على الكوش الفوق لتحت ما يطرا والو، حيت داكشي ماشي في هذا الويندو، مي في هذا الويندو هذا. زدنا الايفنت ليسنر. ايفنت ليسنر هو واحد، تخيلوه ان لورديناتور تيبقى يسمع، تيبقى يتصنت هنايا على واحد الايفنت، يطرا على واحد الحدث، اي حدث طرا، سواء كليك سواء ماوس موف سواء اللي كان، باش يحدد لينا شنو غيوقع هو هاد البارامتر. تنقولوا ليه خاص حتى يكون هاد الايفنت بالضبط عاد دير لي هاد الفونكسيون انونيم اللي غنكتب لك. فالايفنت اللي عاطيه هنا هو الكي داون، يعني فاش نورك على شي بوطون في الكلافي. الوغ فاش تيطرا شي ايفنت ما تيتسوقش ليه حتى تكون بوطون في الكلافي. الوغ دابا انا تنورك على بوطون في الكلافي ما تيطرا والو، علاش؟ حيت زدت في لي فيلتر. شنو يعني زدت في لي فيلتر؟ قلت ليه هاد البوطون خاص حتى يكون الكي كود ديالها 37. الوغ دابا فاش نورك على 37 تيطراو شي حوايج، تيكزيكوتي لي هاد لي زانستريكسيون لتحت نفس الحاجة اليمين للفوق. جيسبيغ هادشي يكون مفهوم. دابا غندوز لواحد البارت شوية صعيبة شوية، اللي هي الديتيكسيون ديال الكوليجن، يعني فاش هاد شنو غندير، فاش هاد لوبجي هذا هاد المربع الخضر يقيس هاد البلو، خاص طرا شي حاجة، خاص نعرفو كو قاس، خاص نديتيكتيو داك داكشي. كيفاش نديرو لهذا؟ خاصنا نديروها بواحد الطريقة اللي فهمها لورديناتور. الوغ لورديناتور هنا تيعرف كو اكس اكس بلس دبليو اللي هي لا لارجور، يعني هاد العرض كامل، هادي اكس وهادي هادي اكس بلس لا لارجور ديال هاد لوبجي، هادي ايغريك وهاد لتحت ايغريك بلس اش بلس لا هوتور. الوغ هنا ايغريك بلس اش يعني هذا كامل، اكس بلس دبليو يعني لا لارجور. الوغ حنا خصنا نشوفو هاد اكس هادي تكون
وسط اكس بلس لا لارجور ديال هاد الزرق هذا. بلاش نحبس لي الموفمون ديالو باش تفهموني شنو تنقول. يعني هاد الاكس هذا ديال هاد الفير فاش دخل هنا خاصنا نعرفوها. يعني كيفاش؟ يعني فاش تولي هاد الاكس كتساوي الاكس ديال البلو او لا كبر من الاكس ديال البلو. هذه الكونديسيون الاولى. ولكن الا قلت لي غير الا كانت تتساوي او كبر من الاكس ديال البلو، يعني راه هذا الشيء كامل اللي بقى راه تيحقق هذه الكونديسيون، حيت هذا الشيء كامل كبر من الاكس ديال البلو. راه خاصني نزيد نحدد اكثر، فنقول ليه تكون كبر او تساوي من الاكس ديال البلو، وتكون صغر او تساوي لا لارجور ديال البلو. يعني يبقى غير هنا ما يفوتش هنا هذا الاكس. يعني نديتكتيو الكوليجن لجهه واحده اللي هي اليسريه ديال الفير، من الجهه الاخرى باش نديتكتيو الكوليجن من هذه الجهه هذه. يعني الفير الا كان جاي من هنا باش نعرفو راه ولا تيتقاسم هذا الزرق، خاصنا نقولوا ليه الاكس بلس لا لارجور ديال الفير تكون كتساوي او لا كبر الاكس كبر من الاكس ديال البلو، وفي نفس الوقت تكون صغر او تتساوي الاكس بلس لا لارجور ديال البلو. يعني ايزي بيزي. المهم باش نبدا في هذا الشيء هذا باش ما نبقاش غير هضره، غادي نبداو نجيو نيكزيكوتيو. قلنا غادي نديرو ايرو 2 الاكس ديالو خاصها تكون كبر او تساوي الاكس ديال الايرو، وفي نفس الوقت تكون الاكس ديال الايرو 2 اصغر او تساوي لا لارجور ديال ايرو الاولاني. علاش درت ايرو اكس بلس لا لارجور ديالو؟ باش نعرف لا لارجور ديالو منين غنبدا نحسبها، حيت لي درت لي غير ايرو بلس دبليو، هاد الدبليو تقدر كتكون تساوي 80، فغيجي هو يحسبها لي من ورا 80 هنا، غيقول لي راه 80 بي اكس، حيت هادشي زعما في الاصل راه هما غير ارقام تنعوضوهم بسميات. فخصني نقول ليه لا، خصك تبدا الحساب من الاكس ديال الايرو. يعني فين ما كان هاد الايرو هذا خاص تشوف الاكس ديالو عاد تزيد عليها هاد لارجور، عاد تشوف هاد الكونديسيون واش الاكس ديال هاد الخضر صغر من لارجور ديالو. اوكي مزيان حتى لهنا مزيان. دابا غادي ديتكتي ليا الكوليزيون من الجهه اليسريه باش نتاكدو. غندير واحد الاليرت غنكتب فيها ليفت سايد ولا ليفت كوليجن. الجهه اليسريه شنو تنعني بها؟ تنعني بها هاد الجهه ديال الخضر هادي، حيت هنا دابا لحد الان خدامين غير بالاكس ديال الخضر، هي اللي تنديتيكتيوها واش دخلات في هاد الزرق هذا. باش نغافخيشي ونعاود خصني نزيد الموفمون ديال ولا نخليوها هنا. دابا غنديتيكتيو الكوليزيون بهاد الزرق بهاد الخضر هذا. الى هاد الخضر ولا تيساوي بلاش ينزل هنا، راه واخا ننزل ونطلع زعما هنا ماشي ديريكت والو، حيت ما دايرش لي الاكس، يدير لي غير الاكس. الوغ هاد الخضر هذا الاكس ديالو الى دخل هنا خص يطلع لي اليرت. غنشوف فوالا، انا فاش وركت قبل ما يدخل دار لي الاليرت. ها هو هنا راه دابا ولا تيساوي. الوغ ما نديرش لي ولي تيساوي، ندير لي صغر باش هادشي يكون احسن. نعاود نغافخيشي، ندير الاكس تكون صغر من لا لارجور ديالو ماشي تتساويها، الاكس ديال الفير تكون صغر من لا لارجور ديال البلو. الوغ هنا فوالا، هنا راه عرف كو هنا اول شي ديتيكتي ليا سميتو ليفت كوليجن. نايس. دابا بقات حاجة عاوتاني خصني ديتيكتي بالبلو بالجهة اليمنية. غادي ندير نفس الكونديسيون مي غادي ندير رايت. هاد رايت شنو غندير؟ غنزيد غير لا لارجور ديال الايرو دو، صافي غير هاد لا هاد البوان هادي تجعني لا لارجور ديالو. هاد البوان خصها تكون كبر او تساوي من الاكس ديال البلو، اولا نحيدو حنا التساوي كاع، تكون كبر من الاكس ديال البلو وصغر من لا لارجور ديالو باش يكون زعما في هاد الوسط هذا. ايزي ايزي بيزي. رايت كوليجن بلس Y عاوتاني ايرو 2 بلس W. لي جو راه شي حاجة مزيانة تصوبها باش دماغك يولف على
لوجيك على البروغراماسيون كيفاش تخدم، يعني من بعد فاش تبغي تخدم شي بروجي اللي فيه الداتا واليوزرز لي برودوي اتسيتيرا، يجيك ايزي باش تحلل داك المشاكل وتجبد دي سوليوشن. حيت هادشي شويه كومبليكي على انك تصاوب، مثلا تشيكي واش يوزر شرا، شي حاجه ايزي هذيك. مي الا كنتي ما دايرش هادشي في الاول، فهداك الشيء الاخر ولا يجيك صعيب، ماشي هادشي اللي يجيك صعيب. anyway دابا غادي نتشيكي و المهم هنا راه خدامه، خصني نبدل ليه الاكس ديالو باش يبدا من هنا باش نشوفو اليمن واش خدام. ايغو دو دير لي 200، ندير زيرو، يعني ترسم من زيرو ماشي من 200، يعني من هنا فوالا. غنشوفو الجهة اليمنية دابا. الجهة اليمنية هادي إلا دخلات هنا خاصو يطلع ليا اليرت فوالا. هنا راه غير حيت من بعد بلاتي نقرب باش يبان ليكم مزيان. ها هنشوف واش مازال دير رايت كوليجن. نحيد هاد ايغال، سون غير اصغر من ديريكتومون ولا اكبر من ديريكتومون. باش ندير ايغال تكون قبل من نشوفها انا فوالا. الو هنا انا دخلت في هذا الزرق من الجهه اليمنيه، رايت كوليجن مزيان لحد الساعه مزيان. غير هو هنا غيطرى واحد المشكل. بلاتي نشوفو المهم هذا المشكل ما يبانش دابا، غير هو من الاحسن نجمعو هذا الشيء كامل في بلاصة وحدة. كيفاش يعني؟ غنحيد هذا وغادي نخلي غير كوليجن ولا اكس كوليجن، يعني اوريزونتالمون كاين كوليجن. يطرى هاد الشيء اولى، يطرى هاد الشيء يعني طرى شي حاجة في هاد لي كونديسيون، الوغ سافو دير راه كاين كوليزيون. فوالا نمشي من اليمن، فوالا اكس كوليجن. غادي نمشي من اليسر نفس الحاجة. نايس. دابا شنو خاص نديرو؟ خاص كيف كتشوفو لوبجي هذا الخضر راه بعيد على الزرق، راه ماشي لوجيك، راه ماشي زعما راه ماشي قايسوش فغيمون. خاص نزيدو نخليو حتى يكون قريب ليه. كيفاش نديرو لهادشي هذا؟ خاصنا نتشيكيو الإيغريك، يعني فيرتيكالمون واش تيتقاسو ولا لا. حنا دابا نشوفو غير اوريزونتالمون وي راه لي زيكس ديالهم تيتلاقاو اكسيتيرا. خصنا نشوفو فيرتيكالمون واش لي زيكغيك ولا اوتور ديالهم تدخل في بعضياتها ولا لا. كيفاش نديرو لهاد الشيء؟ غادي نشوفو فيرتيكالمون واش تيتقاسو. الا كانوا تيتقاسو فيرتيكالمون غادي نشوفو واش اوريزونتالمون، شوف اوريزونتالمون واش تيتقاسو. الا وي غادي يدخل هنا وغادي تشيكي حاجة أخرى واش فيرتيكالمون تيتقاسو. فيرتيكالمون كيفاش؟ يعني الإيكغيك ديال إيغو دو خصها تكون أكبر من الإيكغيك ديال إيغو، و في نفس الوقت تكون الإيكغيك ديال إيغو دو أصغر من لا هوتور ديال الايرو البلو اللي هي الاي ريك بلس اش. هادي الجهه الاولى نديرو اور، يعني حيت هنا دابا شنو درنا الاي ريك يعني الفوق، شي كنشيكيو هاد الفوق هذا واش داخل في الزرق. خصنا نشيكيو حتى هاد التحت هذا واش داخل في الزرق. كيفاش نديرو؟ انا نزيدو غير بلس اش في هاد البلايص هادو، نزيدو بلس لا نزيدو بلوس اش بلوس لا هوتور ديال ايرو دو فوالا. الوغ الا كان هادشي كاين، الا طرا هادشي هذا خاص ويت اوكي. هادي ديال هذا، هادي ديال الكوليزيون. باش نقاد الكود شويه
لو هادي ديال هذا وهاد الاف اللي لداخل خصنا نزيدو ليها براكيتس ديالها كيرلي براكيتس. وهنا نديرو اليرت يس، كتبوا يس وصافي. دابا غادي نشيكيو، غادي نلاحظو هنا ماشي طرا والو، دابا مبقاش تيتقاس. علاش؟ حيت خاص تنزل لهنا تنقيس حرفيا البلو. دابا نشوفو فوالا، انا قصت البلو، انا دابا قصت البلو. نايس، دابا درنا كوليزيون مزيانة. غنشوفو واش من الكاع جوي. دابا خصنا من الجهة ديال اليمن، غادي نجيو من هنا وغادي ندخلو في البلو. بام يس. غادي نجيو من الفوق اوبس، الفوق ما خدامش. واي الفوق ما خدامش، علاش؟ حيتاش سوا هذا خاص لا لارجور ديال الزرق خاصها تكون زعما ستريكتومون صغر من من لا لارجور ديال البلو، او الاكس تكون ستريكتومون كبر من الاكس ديال البلو. يعني الا كانوا كيتلاقاو، يعني الا كانوا قد قد هاد لي زيكس، ما غاديش يحسب ليا كوليزيون. يعني هادشي اللي تيطرا هنا، حتى انا ديري ستريكتومون كبر، يعني هنا دابا غادي ديتيكتيها. باش نبدل هادشي خصني نرجع ونزيد اولا ايغال فوالا، نزيدو حتى هنا صافي. نايس، نشوف دابا نخليهم يكونوا قد قد وغادي ننزل لتحت فوالا، ديتيكتا لي الكوليزيون. اخر تشيك، اخر تشيك هي من هنا، تكون لا لارجور قد قد هنا. الاكس راه ما داخلاش كاع هنا، مي لا لارجور نشوفو واش غادي ديتيكتيها. ما ديتيكتيهاش، واي حيتاش ما زدتهاش هنا. دابا غادي ديتيكتيها. فوالا، نايس نايس صافي. داكشي اللي كنا نديرو في هاد الفيديو هو هذا. غادي نرجعو داكشي كيف ما كان، نحيدو الكومنت من هنا ونرجعو لهنا. دابا الى نزلنا بق، شتيت هادشي علاش، هادشي علاش. anyway نرجع الكود كيف ما كان. فوالا، الوغ في الفيديو الجاي شنو غنشوفو؟ غنشوفو كيفاش نبدلو هاد المربعات هادو بدي زيماج، يعني دي بيرسوناج تيليشارج، سوا سوبر ماريو سونيك اكسيتيرا، نبدلو بيهم ونشوفهم تيتحركو احسن من هاد اللوان هادو. غادي نديرو الموفمون ديال الباك جراوند، ما يبقاش هاد الصفر هذا، ما نديرو شي بيزاج، شي جبال، شجر تيتحركو مع الموفمون، اولا شي حاجة بحال هكا. ونزيدو شي سكور، شي سكور يحسب كل مرة تلاقاو فيها طرات شي كوليجن ما بين جوج ديال لي زوبجي. فوالا، هادشي اللي كان في الفيديو. تانكس.